بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. امبارح لما عملت فيديو منتخب مصر وكنت بتكلم على منتخب مصر والمشاكل التكتيكيه اللي عنده والازمات الفنيه اللي موجوده، نسيت ان انا اتكلم على موضوع كارلوس كيروش، لان في ناس بعد الماتش قالت لي طب لو عندكم مشكله ناحيه اليمين وعندكم مشكله ناحيه الشمال فانتوا كده عندكم مشكله كبيره جدا. عايز اقول لك عايزين ان احنا النهارده لما اكرم توفيق اتصاب بدري نزلنا لعبنا مكانه محمد عبد المنعم. يعني اكرم توفيق اللي مش باك يمين، لعيب خط نص بنلعب بيه باك يمين، الباك اليمين ده لما اتصاب نزلنا محمد عبد المنعم المساك يلعب باك يمين. ده منتخب مصر بجد والله. انا ده مش نادي عنده مشكله ماليه ومش عارف يشتري باك، لا ده منتخب مصر. منتخب مصر مفترض ان دول افضل 28 لاعب بيلعبوا كره في مصر، احنا ما عندناش باك يمين. بسم الله ما شاء الله على الله حكايتنا خالص، ده غير محمد النني وحمدي فتحي وغياب طارق حامد، لان احنا قعدنا نشتكي ونتكلم على ان لو في لاعب مؤثر فعلا ما تمش استدعائه من منتخب مصر هيكون طارق حامد. لانك لو اتفرجت على الجون النهارده هتلاقي ان النني وحمدي فتحي اللي مفترض ان هم يغطوا عمق الملعب، الكره اللي ناتشو استلم ولف وشاط وعمل كل حاجه دي، مفترض ان النني وحمدي فتحي يكونوا موجودين في المكان ده، بس للاسف النني ما كانش موجود، كان بيتفرج على اللعبه وحمدي فتحي كان بيغطي الناحيه اليمين اللي هي مفترض لما اكرم توفيق طلع فيها بقى فيها محمد عبد المنعم وتريزيجيه. تريزيجيه اللي كان بيلعب النهارده في طريقه لعب اللي هي على الورق كانت 4-3-3، يعني مفترض ان احنا كنا بنلعب بنص ملعب فيه تريزيجيه وحمدي فتحي ومحمد النني. تريزيجيه كان بيلعب نص ملعب قبل كده في النادي الاهلي من 5-6 سنين. تريزيجيه يبدا اساسي؟ لا، تريزيجيه راجع من اصابه طويله وما خدش وقت طويل مع استون فيلا، فحرام انك تبدا بيه اساسي. وبعدين عايز افهم حاجه، لما عايز تعمل مباراه دفاعيه تعتمد فيها على المرتدات وسرعه محمد صلاح وعمر مرموش، فانت حاطط مصطفى محمد يلعب ليه؟ انت حاطط مصطفى محمد يلعب اساسا جناح ليه؟ بقى بالعقل برضه، مصطفى بيلعب جناح ليه؟ عايز تلعب مباراه دفاعيه وهجمات مرتده حط لعيب زي احمد سيد زيزو من البدايه، او بلاش زيزو حط رمضان صبحي من البدايه، او بلاش كل دول، زود لاعب في نص الملعب وحط مهند لاشين والعب بال4-4-2. انما حاطط لي مصطفى وبتلعب بيه جناح، ايه اللي افترى ده بجد؟ ايه اللي افترى ده؟ يعني خاماتنا زي الزفت ومنتخب سيء وفي فرق سرعات واضح جدا ما بين المنتخب المصري والمنتخب النيجيري، في فرق في الجمعية الاداء واضح جدا، في فرق في القوه البدنيه واضح جدا، في فرق في كل حاجه واضح جدا، ومع ذلك بتيجي تهبد انت. يعني انت مش سايب لنفسك اي فرصه خالص غير فرصه انك تخطف هجمه مرتده بمحمد صلاح او هجمه مرتده عمر مرموش يخلصها لك على المرمى. انما حته انك تلعب بمصطفى محمد معناها ان انت هتروح ناحيه الشمال فتوح تخليه يلعب عرضيات لمصطفى، وناحيه اليمين اكرم ما بيعرفش يلعب عرضيات وقلناها من امبارح، فمحمد عبد المنعم مفترض ان هو يعمل وجبات هجوميه ويعمل عرضيات لمصطفى. فازاي ده مهاجم بيعتمد على الكرات العرضيه فقط وده بروفايل مصطفى محمد وبيعتمد على التصويبات، فانك تلعب بيه مباراه دفاعيه بتعتمد على الهجمه المرتده اساسي وهاف، ده معناه انك عديت كل مراحل الهبد، ومعناه برضو ان لسه الجهاز المساعد ليك عايزك تلبس في الحيط، اللي هو انت بتعمل حاجات تضحك اللي ما يضحكش حرفيا. يعني احنا كنا قاعدين ما بين الشوطين بعد ما دخل فينا الجون اللي هو الدعاء بيغير الاقدار، احنا المنتخب ده مش هيتعادل الا بدعاء الوالدين ودعاء الجمهور في صلاة العشاء بس. منتخب ده ككرة مش محتاج تغييرات ولا محتاج تكتيك ولا محتاج اي حاجة، لان المنتخب ده الشوط الاول ده كان يقول ان احنا صعب جدا ان احنا نرجع في الجيم تاني. الشوط التاني بقى للامانة حاول يعدلها، اللي هو يا احنا ما عنديش حد العب له عرضيات وما عنديش حد مفترض ان انا اعتمد عليه في الهجمات المرتدة يكون لعيب بروفايله ان هو بيلعب بدماغه بس، فانا اطلع مصطفى محمد ونزل احمد سيد زيزو مكان تريزيجيه المفترض كان يحصل، ونزل رمضان صبحي ناحيه الشمال وطلع مصطفى، ولعبنا بقى برمضان صبحي وتريزيجيه ورمضان صبحي احمد سيد زيزو واثنين مهاجمين محمد صلاح وعمر مرموش. وقتها بقى عملنا ايه؟ قررنا نلعب عرضيات بجد والله. يعني وقتها بقى قررنا نروح نلعب عرضيات، اللي هو زيزو عايز يلعب عرضيه والناحيه الثانيه رمضان عايز يلعب عرضيه، طب لمين بقى؟ يعني احنا طلعنا مصطفى اللي كان حيلتنا ممكن يجيب بدماغه، لمين بقى؟ ده معناه ان احنا مستنيين تغيير يجي من بره، محمد شريف ينزل والعب له عرضيه. طب محمد شريف موفق في الكرات العاليه؟ لا. طب احنا بدينا غلط، احنا بدينا غلط وعكينا وعملنا كل حاجه اساسا، يعني امكانياتنا سيئه معترفين، ما عندناش باك يمين معترفين، انما انك تبدا غلط وانك تغير غلط وانك تنهي المباراه غلط ده ابداع من نوع تاني خالص والله بجد، ابداع من نوع تاني خالص. 1-0 احسن من 2 احسن من 3. الشوت اوت لمحمد الشناوي اللي تصدى الكرات كتير، ومحمد الشناوي اللي كان لو الكره بتاعت الشوط الثاني اللي في بدايته كانت اتسجلت كنا خلاص يعني ضاعنا حرفيا، برضو الشناوي صد واحده حلوه.
في اخر المباراه، اخر المباراه دي كوره دمها خفيف، اللي هو في لعيب راح انفراد، الكوره في كوره اتقطعت من رمضان صبحي وبرده راحت انفراد وش النقطه طلعها، بس في كوره ثانيه في كوره اتقطعت وراحت انفراد بقى، ويلا بقى ايمن اشرف هيخش على الكوره، لا ايمن اشرف رجع يمسك المهاجم اللي جاي وساب الفرود اللي معاه الكوره يجري بيها لحد ما وصل لمحمد الشناوي، اللي هو بسم الله ما شاء الله منتخب مصر قدم مباراه مضحكه بطريقه غير طبيعيه. ساعتين من حياتنا ضاعوا على مشاهده منتخب مصر النهارده قدام المنتخب النيجيري، توقعناها سيئه، توقعناها سيئه، بس صراحه توقعناها سيئه بالضحك الكتير اللي حصل ده، لا بصراحه فرطت مننا قوي، يعني فرطت قوي بصراحه. لا نملك الا ان احنا نقول ان الدعاء هو اللي بيغير الاقدار، وان شاء الله باذن الله الفرقه دي تقدر بدعاء الوالدين ان هي توصل الدور الثاني ان شاء الله باذن الله، تكتيكيا وشغل مدير فني، احنا خلاص بعنا كارلوس كروش، يعني خلاص موضوع الشغل الفني والكلام ده خلاص، فكره ان احنا نلبس صلاح كل حاجه، والله لما نوصل كل محمد صلاح كتير وقتها نبقى نقول ابو صلاح ظلم وبيضيع، ابو صلاح الكره الوحيده اللي جات له كان ممكن ان هو يتعادل بيها، لما بدينا نعمل فرص بعد التغييرات كان ممكن ان احنا نتعادل، بس ما كانش لينا فرص مضيعينها ولا الجون بتاعهم طلع اي حاجه. قدر الله ما شاء فعل، لسه مكتوب لنا ضحك كتير الماتشين الجايين لمنتخب مصر. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش فاعتبر انك كنت قاعد تتفرج على ابداع تكتيكي من كارلوس كويش لمده 94 دقيقه ما جاتش على السيتي ده.